الكبير البكاري، يمكن هل النتيجة تعكس ربما تفوق فريق أولمبيك خريبكا خلال هذا الشوط، أم أن المستوى التقني بين الفريقين يبقى متكافئ نوعا ما؟ بالفعل فالشوط الاول انه كان متكافئ، فضربه خطا اللي عطات هدف مبكر في الدقيقه الرابعه فريق الكوكب مراكشي، فهو ما عرفش كيفاش يرجع في المباراه لانه فريق الاولمبيك خريبكا فهو يدافع بخطوط ديالو بشكل جيد، يعني تنشوفوا انه في يدافع في اي اتجاه في الكره، فهو كان اولمبيك خريبكا يعني في طريقه التكتيك كان افضل من الكوكب مراكشي، فصعب انه فريق الكوكب مراكشي يلقى صعوبه كبيره باش يتخطى دفاع فريق اولمبيك خريبكا اللي تعتبر من احسن دفاع في البطوله ديال هذا الموسم. نعم، وحتى الهدف يعني لما ياتي هدف مبكر اكيد في حدود الدقيقه الخامسه، يمكن حتى يمكن يعني يلاه البدايه ديال المباراه ربما يمكن تبعثر حتى اوراق المدرب وايضا الفريق ككل عندما ياتي هدف مبكر. بالفعل اخت سيام، فشفنا حتى الدوره الاولى من الاياب شفنا انه الفرق ولات تسجل اهداف في الدقائق ال20 وتتفوز بمباراه، فيمكن انه هدف الدقيقة الرابعة فهو صعب بالنسبة للفريق الأولمبيك خريبكا للحفاظ عليه لأنه باقي 9 من الوقت، وخص لازم أنه فريق الكوكب مراكشي أنه الحملات المضادة تكون بشكل تركيز، فما شفناش فريق الأولمبيك الكوكب مراكشي دار واحد الضغط كبير من أجل تسجيل هدف التعادل، لكن أنه الدفاع ديال الأولمبيك خريبكا يبقى دائما أنا أعتبره من أحسن دفاع في البطولة ديال هذا الموسم. نعم أكيد، كما ذكرنا فريقين يعني من فرق مقدمة الترتيب الكوكب.